الوسط صمت مخيف من المجتمع الدولي وسكوت مريب من المنظمات الدولية المعنية. أصبح اليمن يعيش واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم، وتحويل أكثر من 25% من مدارس تلك المناطق إلى ثكنات عسكرية، كما قضى أكثر من 2000 يمني نحبهم بسبب وباء الكوليرا الذي تفشى في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات بسبب انهيار نظام الرعاية الصحية. استخدمت كل موارد الدولة التي تقع تحت سيطرتها للمجهود الحربي. ندعو الأمم المتحدة وندعو المجتمع الدولي على اعتبار أن تدمير الآثار والمتاجرة في هذه الآثار إنما هو جريمة حرب. ندعو كل أصحاب الهمم وأصحاب القيم والإنسانية إلى حملة عالمية عنوانها كلنا متحدون من أجل حماية الإرث الإنساني في اليمن، وكلنا من أجل يمن موحد من خلال الشرعية المتعارف عليها. كيف نستطيع بالتعاون مع اليونسكو على أقل تقدير بحماية هذا الموزايك الموجود في اليمن؟ اليمن ربما هي تأتي في المرتبة الأولى بعد المغرب وكذلك بعد العراق في حالة التنوع البشري الموجود هناك. يسمى الصراع السياسي، لو لم يحل الصراع السياسي حل نهائي لا يمكننا الحديث عن وقف لممارسات حقوق الإنسان. أنا وزير الإعلام اليمني، جئت هنا للمشاركة في الندوة التي تتحدث وتسلط الأضواء حول ما تقوم به الميليشيات الإنقلابية الحوثية التي انقلبت على الدولة اليمنية بقوة السلاح. ما تقوم به هذه الميليشيات من تدمير منهج لتاريخ وحضارة الشعب اليمني، حيث وهي تقوم الآن بسرقة الآثار اليمنية ونهبها وبيعها في الخارج، أو تقوم بتدميرها، وأيضا تحاول أن بدأت في تغيير المناهج الدراسية، وهي تعتقد أن لديها حق إلهي في الحكم. وأنا جئت إلى هنا للمشاركة في هذه الندوة وتعريف العالم بما تقوم به هذه الميليشيات من قتل وتدمير وتشريد وخطف العديد من اليمنيين الذين يحاولوا أن يقاوموا هذا الانقلاب أو يتحدثوا حتى بالكلمة. كان في تفاعل كبير من قبل الحاضرين. هذه الندوة نظمها مركز ابن سينا الفرنسي بالتعاون مع دار مسبار، وكان حضور جيد وتفاعل كبير، ويعني سوف تخرج هذه الندوة بالعديد من القرارات المهمة التي من شأنها أن توضح ما تقوم به هذه الميليشيات. ومن أهم هذه القرارات التي سوف تم الاتفاق عليها وسوف تكون جزء من هذه المخرجات هو إقامة تحالف دولي كبير للوقوف ضد الممارسات التي تقوم بها هذه الميليشيات. نكون معكم في هذا اللقاء. وبالنسبة لليمن، نحن نحاول هنا في بروكسل أن نشرح طبيعة الوضع وطبيعة الانقلاب الذي تم على السلطة الشرعية، وكيف انقلب الميليشيات الحوثية والرئيس السابق صالح على ما كان اليمنيون قد وصلوا إليه عبر حوار استمر لأكثر من عام كامل، وتوصلوا إلى نتائج تحمل لليمنيين مستقبلا زاهرا من خلال دولة اتحادية تتوزع فيها الثروة ونتشارك في السلطة. وبالنسبة لنا في بروكسل هنا نسعى لإيصال هذا الصوت، ونسعى لشرح طبيعة الوضع الآن في اليمن وما تعانيه سواء في النواحي الإنسانية أو في استمرار الميليشيات في تعنتها وعدم استجابتها لوساطة
المندوب الأممي للوصول إلى حل وإنهاء الحرب الجارية. طبعا احنا مهتمين جدا بمخاطبة الجمهور الأوروبي لتعريفهم بالقضية اليمنية والأزمة التي تمر فيها اليمن، لأنه هناك كثير من الجهل فيما يدور حول اليمن. لذلك نحن نعقد سلسلة من الندوات سواء في بروكسل أو باريس وفي بعض الدول الأوروبية لتوضيح هذه الصورة. خلال الندوة التي عقدت في بروكسل أنا قدمت ورقة حول تجنيد الأطفال، لأنه عدد كبير من ظاهرة تجنيد الأطفال في اليمن، أكثر من 93% من عمليات تجنيد الأطفال تتم من قبل الميليشيات الإنقلابية برعاية الجماعة الحوثية وعلي عبد الله صالح. هؤلاء هذه الجماعة تقوم على القتل وعلى الحرب، وبالتالي الأطفال هم وقود لهذه الجماعات لأنهم الحلقة الأضعف في أي مجتمع. كيف وجدت تفاعل الحضور مع مداخلتك؟ أكثر شيء لفت نظري أنه الحضور كان كثيف جدا، منهم مجموعة من الأجانب، وأنهم مهتمين يعرفون الكثير عن اليمن ويسألون لأنهم يتابعون القضية والأزمة وحاولوا يسألوا بشكل أكثر تفصيلا. هذه الندوة الدولية الأولى عن تاريخ اليمن، يعني وما يحدث في اليمن يهمنا جميعا، أولا كناس وثانيا كعرب ومسلمين، والاهتمام بقضية اليمن مسؤولية الجميع، لأن ما يحصل هناك من قتل وتدمير وتشريد ويعني ككوارث إنسانية، ينبغي على جميع أحرار العالم أن يتحدوا وأن يسعوا في إيجاد حل لهذه الدولة لما لها من أهمية تاريخية وموقع استراتيجي في العالم العربي والإسلامي. ولذلك نستنكر الصمت الدولي لما يحصل هناك من الحوثيين والميليشيات الحوثية التي تقتل ويعني تريد أن تسيطر على هذه الدولة، وينبغي على الناس أن يدعموا الشرعية الحكومة.